عدى النهار والمغربية جاية تتخفى ورا ظهر الشجر، وعشان نتوه في السكة شالت من ليالينا القمر. قبل الآن لم يكن في مقدورنا أن ننظر إلى أبعد من مواقع أقدامنا، فلقد كنا بعد النكسة مباشرة على حافة جرف معرض للانهيار في أي وقت. ولقد كانت جماهير الشعب بموقفها يومي 9 و10 يونيو هي التي جعلت ذلك قابلا للتحقيق، بفضل ما أظهرته من تصميم يرفض الهزيمة ويثق في النصر. هذا المنبر ما كانش فيه عسكري من السويس للقاهرة، برغم هذا طلع الشعب المصري في 9 و10 وقال لجمال ابقى مكانك، لا اسلم بالهزيمة ولا يمكن ان تقهر ارادتي كشعب. إن الواجب يقتضينا أن نسجل من هنا وباسم هذا الشعب وباسم هذه الأمة ثقتنا المطلقة في قواتنا المسلحة، ثقتنا في قيادتها التي خططت، وثقتنا في ضباطها وجنودها الذين نفذوا بالنار والدم. يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف أنه قد أصبح له درع وسيف. حاسين بيه؟ أنا من جوه يعني حصل لي حاجات، يعني مشتاق للنصر، مشتاق للفرحة، يعني مشتاق لحاجة ترجعنا أقول أنا مصري وأحس بذاتي، أحس بإن أنا انتصرت، أحس إن سينا في حضني في الوقت اللي بنحتفل فيه بذكرى أكتوبر. بتحس إن عندك أرض مش بتاعتك وأرض مش قادر تفرض سيطرتك عليها، وإنت بتسمع أغنية ما عادش عندنا أغنية حلوة، ما عادش عندنا إحساس حلو. ليه مش مقدرين قيمة مصر؟ ليه الروح دي؟ دكتور برادعي من شوية على تويتر بيقول سنحقق أهداف الثورة عندما نسترجع قيم أكتوبر. آه ده حقيقي، لما ترجع قيم أكتوبر وروح أكتوبر وإحساس أكتوبر وفخرك بإنك مصري. أنت لما انكسرت في 67 وحصل جوانا حاجة في حروب الاستنزاف، و73 كانت امتداد لما حدث من 69 في قواتنا المسلحة أيضا، فكرة انك قادر انك تقف وقادر انك تحقق وقادر انك تنتصر، الطاقة الكامنة فينا دي راحت فين؟ ليه ما بتطلعش دلوقتي؟ ليه مستنزفينها في صراعات بين تفسيرات وقوى وتيارات دينية؟ ليه مستنزفينها
في مين يحكم وشكل الحكم ايه وخصيتي فيه قد ايه؟ ليه مستنزفينها في اضرابات واعتصامات وقطع طريق وحرق عربيات؟ ليه؟ ليه النهارده يصبح الموقف ضعيف لما القوات الاسرائيليه تقتحم باحه المسجد الاقصى وتطلق النيران والرصاص المطاطي على المصلين العزل لانهم خرجوا في مظاهره رافضين الانتهاكات والطقوس الغريبه اللي بيعملها اليهود داخل المسجد الاقصى؟ ليه كل القوى سكتت ومحدش اتكلم غير فضيله الامام الاكبر شيخ الازهر الشريف اللي بيتهموه كل شويه بانه ساكت؟ ليه هو الوحيد اللي قال وحذر من نشوب حرب جديده في المنطقه، وقال ان اسرائيل هتبقى هي السبب في هذا في هذه الحرب، وقال ان تبعات هذا العمل الاجرامي هيكون نتائجه سيئه وهيؤجج نار الفتنه وينذر بحرب شامله في المنطقه بل في العالم اجمع؟ ده شيخ الازهر مش حد تاني. لسه لا استدعينا سفير ولا حد اتكلم، ولا الاخوه اللي قاعدين يتخانقوا مع بعض في احزاب وطيارات قاعدين حد طلع بيان قال يا جماعه عيب احنا هنا احنا رافضين اللي بيحصل. فضيلة الإمام الأكبر قال إن استمرار الكيان الصهيوني في هذه السياسة يجر المنطقة إلى صراع ديني وينذر بإشعال حروب جديدة يتحمل الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عنها، وقال إن مدينة القدس الشريف خط أحمر لا يمكن تجاوزه أو قبول أي اعتداء عليه، وقال إن دي مخططات عدوانية مستمرة التي تستهدف المسجد الأقصى الشريف بهدف تهويد مدينة القدس. طالب الإمام الأكبر المجتمعين الإسلامي والدولي بمواجهة هذه الانتهاكات وحماية مدينة القدس الشريف باعتبارها تراثا حضاريا إسلاميا ومسيحيا على السواء. معي السيد السفير بركات الفرة سفير فلسطين لدى القاهرة. مساء الخير سيادة السفير. أهلا. مساء الخير أستاذ خيري. أهلا بحضرتك. مرحبتين. أهلا سيادة السفير. بتشوف الاجتياح إسرائيلي وهذا العدوان وإطلاق الرصاص مقدمة لانتفاضة جديدة ولا بتشوفوا إيه بالضبط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذه الاعتداءات المتكررة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية وانتهاكها المستمر للمسجد الأقصى المبارك وكل المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ظاهرة متكررة وملفتة للانتباه، ولكن للأسف لا يوجد من يوقف إسرائيل عند حدها ويمنع هؤلاء الذين يصروا على أنهم يريدوا هدم المسجد الأقصى علانية أو على الأقل اقتسام باحات المسجد الأقصى على غرار ما حصل في مسجد الخليل الرحمن بمدينة الخليل الحرم الإبراهيمي. وبالتالي نحن نرى أن هذه الإغاثات وهذه الاعتداءات المتكررة هي كما تفضل فضيلة الإمام الأكبر إنها إنذار بأن إسرائيل تريد أن تشعل نارا في المنطقة بأسرها وتريد وتدق قبول حرب، وهذا يجعلنا مطالبين كأمة عربية وكأمة إسلامية وكعالم بأن نتيقظ ونتنبه لهذا المخطط الجهنمي الإسرائيلي ونتخذ من الإجراءات الكفيلة بوقف هذا المخطط، لأن إسرائيل دولة معتدية. إيه الإجراءات يا فندم؟ يعني إيه الإجراءات الكفيلة؟ يعني الإجراءات الكفيلة، أولا لابد من أن يكون هناك موقفا عربيا واحدا قويا نتوجه به إلى مجلس الأمن الدولي ونقنع أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة الكبار بأنه يتحمل مسؤولياتهم أمام هذه الممارسات والاعتداءات الإسرائيلية. بالأمس اعتداءات على رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم وإساءة إلى الدين الإسلامي، والآن اقتحامات متكررة وإساءات وانتهاكات للمسجد الأقصى. إلى متى سنصبر وسنستمر في هذه الحالة؟ هل وصلنا أن نقول ما قاله أبو طالب أيام أبرهة الحبشي؟ أما الإبل فهي إبلي وأما البيت فللبيت رب يحميه. إذا كان هذا الحال وصلنا له فلا حول ولا قوة إلا بالله. طب سيادة السفير، ما بتشوفش أن من الأولى وفي ظل هذه الظروف وحضرتك بتطالب العالم العربي والإسلامي أن تكون هناك أيضا مصالحة فلسطينية؟ يعني كيف يستقيم الأمر ونطالب بحقوقنا والإخوة الفلسطينيين في الداخل منقسمين ومشتتين ومختلفين وبينهم ما بينهم؟ أستاذ خيري، أنا بالتأكيد الانقسام الحاصل على الصراع الفلسطينية مؤلم ومخجل ولا نريد أن يستمر لساعة واحدة، تمام؟
بالتأكيد يجب أن ينتهي اليوم قبل الغد وبالأمس قبل اليوم، وهي حالة عدمية لا يستفيد منها إلا إسرائيل، والخاسر الوحيد منها الشعب الفلسطيني. ولكن الدفاع عن المسجد الأقصى هي قضية ليست قضية الفلسطينيين لوحدهم، هي قضية المسلمين بأسرهم، قضية 1,350,000,000 مسلم. المسجد الأقصى لن يحمي فلسطين لوحدهم لأنه لا يملك السلاح. جيش نعم. إسرائيلي متجد بالسلاح، مستوطنين ويهود، ويقول بأن لهم شعائرهم التلمودية يريد أن يقيموها في المسجد الأقصى، مع أنه ليس لهم أي تواجد، لا هيكل ولا غير هيكل. من عام 67 جاءوا بكبار الخبراء في الآثار في العالم وأجروا ما أجروا من حفريات حتى وقت الراهن تحت المسجد الأقصى، على أمل أن يجد شيء يدل على أن هناك كان هيكل، لم يجد شيء. ولكن في عقولهم أنه هذا المكان المقدس، هذا الحوض المقدس، هو لا بد من أن يكون اليهود، ولن يكون لهم إلا على جثثنا، ولن يكون لهم إلا على حساب المسلمين وحساب كل من يؤمن بالديانات السماوية. إحنا كمسلمين نتسامح مع جميع الديانات ونسمح لجميع الديانات بأن نتعاون ولا نحرم أحد من أماكن عبادة، لكن هم يصروا على أنهم يريدوا المسجد الأقصى يأخذوه، هو بحث 140,000 متر. نعم، بشكرك سيادة السفير بركات الفرة، سفير دولة فلسطين لدى القاهرة. وبالمناسبة بقى، عشان احنا ممكن نحاربهم، وعشان احنا بنحتفل بحرب اكتوبر، وكنا الجيش القوي الجبار الذي هزم الجيش الذي لا يقهر، يهود باراك وزير الدفاع الاسرائيلي النهاردة عامل تصريح بمناسبة ذكرى اكتوبر، بيفكرنا وبيقول ان بلاده ستمارس قواتها العسكرية اذا اقتضت الضرورة ذلك. وقال ده عيد عندهم اسمه عيد المظلة سكوت، إسرائيل أقوى دولة في المنطقة، فلا داعي للخوف من مجريات التطورات الإقليمية. ما تقلقوش من اللي بيحصل حواليكوا، سيناء وغير سيناء وليبيا وسوريا، ده كلام فاضح، احنا جيش قوي جبار، فلا داعي للخوف من مجريات التطورات الإقليمية رغم أن بعضها سلبية من وجهة النظر الإسرائيلية. هنقدر نرد عليه؟ هنقدر نقوله لا ما انتش أقوى جيش؟ هقوله ما انتش قادر على الرد؟ ولا هقوله نحن انهزمنا عندما انقسمنا؟ وبالمناسبة السيد الرئيس محمد مرسي كان موجود النهاردة في العريش، التقى بأهالي سيناء، وكان مخطط أن يذهب إلى رفح ولكن تم تغيير الزيارة. أعتقد أن الأسباب هي أسباب أمنية، وأعتقد أن هذا جائز ومقبول ومفهوم لما يبقى رئيس دولة ويشعر أن الأمر في خطر. الأجهزة الأمنية قالت له أن الظروف غير مناسبة، رغم أن كان هناك قوات حراسة وتأمينات شديدة جدا. الرئيس مرسي قال في لقائه بأهالي سيناء: لقد مضى عهد الفساد والابتزاز والتفرقة بين المواطنين، وأن سيناء جزء من مصر، وأنه حيلبي طلباتهم، وعادهم أيضا بإعادة المحاكمات الغيابية في حق أبناء سيناء، وقال بما فيها كمان الأحكام الصادرة بالإعدام ل 14 مواطنا، وقال أنه حتى هذه اللحظة لم يوقع على حكم إعدام. هي الحقيقة الـ 14 أمام القضاء وفي إجراءات، أي حكم إعدام له نقد، وبعد النقد هناك درجة أخرى من النقد، ما فيش حد بيتحكم عليه بالإعدام وعلى طول بينفذ الحكم، في إجراءات قضائية يجب أن يكون مال القضاء للقضاء، والأحكام الغيابية شيء طبيعي أنها تعاد المحاكمة مرة أخرى عندما يسلم المتهمون أنفسهم. ما القبائل والأهالي قدموا مجموعة من الطلبات، منها الشغل والتنمية في سيناء وإعادة مشروع ترعة السلام وعمل محافظة في وسط سيناء، محافظة تكون لوسط سيناء، عندنا الشمال وعندنا الجنوب، هم عايزين وسط سيناء، عودة الأمن مرة أخرى، إغلاق الأنفاق لأن شايفين الأنفاق دي وبال عليهم. وكالة أنباء رويترز قالت إن وعود الرئيس مرسي 100 يوم اللي تعهد بيها بتطارده، وقال إن في نهاية المدة اللي تعرض فيها لاختبارات كبيرة تضمنت التعامل مع تبعات الاحتجاجات الغاضبة العنيفة أمام السفارة الأمريكية، إلا إنه رغم البطء في اتخاذ القرار إلا إن كان فعله أدى لنتائج جيدة، اكتسب مصداقية في مصر بسبب تفاعله مع الغضب الشعبي. وقالت انه رغم انه اكتسب احترام معارضيه في بدايه المائة يوم،
من حكمه من خلال إرسال الجيش إلى تكناته، القرار اللي خده بعودة الجيش وإقالة وزير الدفاع ورئيس الأركان، إلا أنه اللي باقي من الأيام هيتوقف عليه طريقة تعامله مع قضايا مثل تسهيل المرور، رغيف العيش، نقص الوقود قبل 7 أكتوبر. يعني مش دي المؤشرات بس، هناك أشياء كثيرة. الدكتور محمد محسوب لما كان معايا قال إن في مجموعة قوانين ممكن القوانين دي تكون مؤشر إن على الأقل الناس تحس إن في حاجة هتبتدي تتعمل بجد ويحميها القانون. كان سؤالنا على الفيسبوك لماذا لم يتمكن الرئيس مرسي من تحقيق وعوده في 100 يوم الأولى؟ استنزاف الوقت في معارك التطهير والأزمات الداخلية، ده خد 14%. المشاكل أكبر من أن تحل في هذه المدة، خد 77%. توجد إنجازات كثيرة ولكن ينكرها الخصوم، خد 9%. التراس المصري بيشعل النيران في سيارتي شرطة وبيصيب ضابطا ببورسعيد. كان في مجموعة من الألتراس المتهمين بالكتابة على الجدران، وبيقولوا انهم كانوا كاتبين ألفاظ خارجة، كانوا بينقلوهم عبر المعدية البورفؤاد من بورفؤاد، رموا ملوتوف وحاجات على العربيات في محاولة لتهربهم. عربية شرطة اتحرقت، في عقيد شرطة وشه اتحرق، لكن تم السيطرة على الموقف ونقل المتهمين. التراس الأهلي الآن أمام النادي الأهلي، كان في مسيرة بيطالب بعدم إقامة الدوري العام. يوم الحد الجاي لجنة شؤون الأحزاب هتفصل في أزمة النور، ده هيبقى لسيد عماد عبد الغفور رئيس حزب النور اللي هو قالوا انه تشال، ولا لحد تاني. احنا عارفين دلوقتي ان النور بقى 3 جبهات، الجبهة الاولى الدكتور سعيد عبد العظيم والدكتور احمد فريد والدكتور احمد ابو حطيبة، ودي مع السيد عماد عبد الغفور. الدكتور ياسر برهامي وابو ادريس مع قرار الاعفاء. الدكتور محمد اسماعيل المقدم اعلن اعتزاله فتنه النور وقال ان الطرفين وقعوا في اخطاء عديده. الدكتور ياسر برهامي النهارده كان بيخطب في الجيزه، وبعد الخطبه كان في درس، بدا يتكلم وبدا في حوار، حد من الشباب السلفي ساله على زيارته لاحمد شفيق، فأجهش بالبكاء بكى وقال إن الصراع القائم الآن بين منهجين وطريقين هما الشريعة والهوى، مطالبة المسلمين أن يحددوا ما سيختارون لأنفسهم والمجتمع. وقال إن أنا متعجب من ناس تنتسب للإسلام وترفض تطبيق الشريعة، وقال إن أنا ما زرتش فرعون مصر، وإن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه موسى وأخيه أن يذهب إلى فرعون. وهنا الاختلاف شوية، لا شفيق فرعون ولا الدكتور برهامي موسى، له النبي عليه السلام، يعني المثل مختلف، ولكن هو بيقول أن بيقول إن فرعون أشر من شفيق، لأن شفيق يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويحافظ على الصلاة، وقال إن المقابلة ما كانش فيها ما يخالف الشريعة الإسلامية. وقال كمان أنه التقى بمسؤول بارز في المجلس العسكري قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، وقال له دماء المصريين أمانة بين في عنقك، والمجلس العسكري طلبه قال له عايزين مساعدة السلفيين في تأمين المنشآت. طب ده كان كلام لو شفيق فاز، والمجلس العسكري كان عارف أن شفيق هيفوز عشان يطلب ده، كلام برضو غريب شوية. كمان الدكتور برهامي قال أنه هيكشف عن أشخاص من الإخوان المسلمين ذهبوا والتقوا بالفريق شفيق، ولكن قال انه هيستأذنهم. احنا في انتظار الاستئذان. النهارده الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء عمل زياره مفاجاه لصاله الحجاج عشان يطمئن على الاوضاع، ودخل الحمامات، كان عنده شكاوى من ان الحمامات مش كويسه، دخل وشافها ووقف مع الحجاج واطمئن منهم على ان كل الاجراءات تسير بشكل طبيعي. هنطلع فاصل حسيبكم مع لا خلونا نشوف التقرير يا جماعة الأول. عايز أوريكم بوبس كده عاملينه مع الشباب بنسألهم عن حرب 6 أكتوبر، عايزين نعرف الجيل الجديد شايف إيه من 6 أكتوبر، يعرف عنها إيه، مش سخرية ولكن هو رصد. خلينا نشوفها ونرجع لكم تاني. تعرف إيه عن حرب أكتوبر؟ إيه؟ أكيد كنت أنا لسه مش موجود. عن إيه؟ عن حرب أكتوبر. حرب أكتوبر؟ أعرف كل خير، يعني أعرف إيه؟ كان مين؟ سؤال محرج على فكرة. قائد القوات المسلحة. إلغوا الحلقة دي. ولا حاجة السلام. ولا حاجة. ثانية أفتكر.
حاليا صراحة الواحد لسه صاحي مش فاكر خالص. ده على أيام الحرب ولا دلوقتي؟ 39 عاما مرت على حرب أكتوبر المجيدة، ذكريات كثيرة يحملها من عاش هذه الفترة في تاريخ مصر. ولكن ماذا عن الأجيال الشابة التي لم تعاصر فترة الحرب في سوى المناهج الدراسية وأفلام السينما؟ حرب أكتوبر حصلت يوم 6 أكتوبر. احنا انتصرنا في حرب أكتوبر. كانت مصر ضد لا مش أعرف إنها ما بين مصر وإسرائيل. حرب معجزة بكل المقاييس العسكرية. بالتحالف مع جيوش عربية قدرنا ننتصر على إسرائيل. كان الموضوع تقريبا من المستحيلات، حاجة خلت العالم كله تحترمنا. أعرف إن هي جابت لنا كنز واحنا مش مستغلينه. وصلنا بيها للسلام، ردينا سينا وده أهم حاجة. دي كانت أول مرة إن فكرة إن المنتصر هو اللي يروح يسعى للسلام. عدوا خط بارليف وهم كانوا في سينا. في عز الصيام بتاعهم ان هم يقدروا يعملوا حاجه زي كده، ده بجد حاجه عظيمه بجد. اعظم حرب في التاريخ. سنه كام؟ بصي كام؟ 73. كام اكتوبر؟ مش عارف الصراحه مش فاكر. كانت 6 اكتوبر 10 رمضان 1973. كانت الساعه كام؟ 7 الصبح متهيألي. مش 2 يعني؟ 2 الدور؟ لا كانت صعبة قوي. 2 الدور من 6 اكتوبر ل 12 اكتوبر بالتحديد. بعد كده حصلت الثغرة، استمرت لمدة حاجة و20 يوم يعني، بس مش متذكر قد ايه. ما كنتش عايشة هنا فما اعرفش اي حاجة هنا. مين القائد الاعلى للقوات المسلحة؟ قائد اعلى للقوات المسلحة وقت 6 اكتوبر انور السادات. القائد الاعلى للقوات المسلحة كان رئيس حسني مبارك السابق. حسني مبارك طلع الطيران. قائد القوات المسلحة وقتها؟ غزال حرب؟ لا مش عارف الصراحة. قائد الجيش المشير يعني كان سعد الدين شاذلي. تعرفين وزير الدفاع الإسرائيلي؟ كان اللي هو كان أبو عين مش عارف كان لا عنده آي باتش ده. كان أبو شديان. مشير ديان. مين كان القائد العام للقوات المسلحة؟ هو تقريبا يا إما اللواء الجمصي يا إما إسماعيل، مش عارف إيه إسماعيل بالتحديد. هما ما لهمش ذنب يعني، مش الهدف ابدا السخريه منهم يعني. طبيعي ان كلنا نعيط ونحاكم، لان هذا الجيل اللي ما نجحناش في انه نفهمه، وانا كان نفسي يبقى عنده قدره ان ننقل شباب اسرائيل ممكن يكون عارف ايه عن قواته وعارف ايه عن حرب 67 وبيقول ايه عن حرب اكتوبر، لان عندهم منظور تاني لحسابهم. لكن شفنا الفيلم اللي ذعناه من كام يوم، شكرا طهري. الاطفال كانوا بيقولوا ايه الاسبوع اللي فات؟ الاطفال الاسرائيليين فاهمين عدوهم ازاي؟ انت ما انتش عارف الحرب كانت ضد مين، انت ما تعرفش قيمه الحرب دي. ناس كتير الاكبر شويه عندهم معلومات، جيل الشباب ملوش دعوه خالص. انت مالكش دعوه بيه، انت ما عندكش حاجه تتباهى بيها، انت عندك مقررات دراسيه سخيفة وهزيلة، ما بتعلمش حد حاجة، ما بتقراش تاريخك، عندك إعلام مش مشغول غير بخناقات يومية، مش أخد باله إن الثروة بتاعتك، إن انتصارك الأجيال اللي جاية بعد شوية هتنساه وهيتشال من الكتب لأنه مش موجود. شيء مخزي. خلونا نطلع فاصل نشوف هذا التقرير عن التحرش. ده عدد من القوى السياسية عاملة وقفة احتجاجية أمام قصر الاتحادية لمعترضين لتهميش دور المرأة في الجمعية التأسيسية، وعايزين تشريعات رادعة لمنع التحرش. بعد الفاصل هستقبل ضيف العزيز الإمام يحيى هندي، نلتقي بعد الفاصل. نظم عدد من النشطات وقفة احتجاجية وسلاسل بشرية أمام قصر الاتحادية اعتراضا على ما وصفوه بإهدار حق المرأة في الدستور. هدف من الوقف اعتراضنا على التأسيسية اللي هي مش بتمثل مش النساء بس، مش نسبة النساء بس، ده بتمثل مش بتمثل شرائح كتيرة من الشعب. والمادة 36 والمادة 29 مجحفة جدا، يعني مادة بترجع بينا لمئات السنين من ورا. لازم يبقى فيه ضمانة ان احنا يبقى لنا تمثيل عادل سياسيا
بنسبة وجودنا في المجتمع في البرلمان والمجالس المحلية وفي مواقع اتخاذ القرار. لقينا في الفترة اللي فاتت انه في انتقاص كبير قوي لحقوق المرأة، سوف يصيب المرأة في مقتل اذا تم ادراج بعض البنود المقترحة واللي اتحطت اصلا على باب الجمعية التأسيسية للدستور. طلب المشاركون في الوقفة بإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور ووضع قوانين رادعة لمواجهة التحرش. انا عايزة مصر كلها تبقى زي ميدان التحرير في ال 18 يوم، مجتمع كله، شابات المصريات اللي راحة الجامعة، اللي راحة المدرسة، اللي راحة شغلها، تمشي في أمان. الهدف من الوقفة عدم التحرش بأي بنت أو ست في الشارع. وبعدين مهم قوي الجملة اللي أنا هقولها دي، عدم خلط العقد النفسية والاجتماعية بالدين والأخلاق. احنا كل يوم بنلاقي نفسنا نازلين الى الاسفل، كل يوم بنفقد حق من حقوقنا، كل يوم بنلاقي نفسنا مهانين اكتر. فالوقفة دي هنا عشان نقول لا، احنا عايزين حقوقنا. النهاردة وضع المرأة في الدستور ده يعني غير مقبول، ان احنا حتى المكتسبات اللي الستات خدوها على مر السنين النهاردة في ردة علشان يسلبونا هذه المكتسبات اللي احنا حصلنا عليها. كما قدم المحتجون وثيقة للرئاسة طلبت بحظر جميع أشكال وأنماط العنف ضد المرأة والمساواة بين الرجل والمرأة في كتابة الدستور. بسنت إبراهيم، ممكن. اعتبرها أختك، ممكن؟